عليكم ورحمة الله وبركاته. جروبي مستلزمات تريكو كروشيه لكي تكوني محترفة. طبعا احنا مش غريب بالنسبة لنا شغل النول الخرز، بس الجديد النهاردة ان انا هشتغل حاجة كبيرة بشكل البطريق ده. اوكي، في الاغلب ممكن تعمليها يعني 3 حاجات. ممكن تعمليها تابلو وتعلقيه، ممكن تعمليها مفرش، ممكن تعمليها وش خدودية. الوش يعتبر الأول، في الوش خرز ومن الظهر هيبقى قماش عادي. والنهاردة هنبدأ بخامات مختلفة. ده خرز كبير شوية عن التفسير اللي احنا بنتاع الاكسسوارات ده للمفارش. ده خرز كريستال مط مقاس 8، وبستخدم خيط تخين شوية غير الخيوط بتاعة الاكسسوارات، خيط الكنفة المعروف للناس كلها أو أي خيوط قطن رفيعة عندك مناسبة ليكي. وبستخدم إبرة تخينة شوية عن إبرة الخرز. أي شيء متوفر عندك ممكن تستخدميه. وبالنسبة للباترون ده أنا هنزله لكم في أول الفيديو، وهحطه لكم في أي رابط أنتوا عايزينه. وطبعا كلكم عارفين النول، مقاس 40 عرض، الطول زي ما انتي بتحبي بترحلي شغلك. والجزء الصغير بتاعه بيعمل 20 سنتي، يعني ده نولين، 2 نول في نول واحد. وانا قطعت قد خيوط 80 سنتي وربطتها في قلب النول، مش عملتها لافف ما يدور. 80 سنتي حوالي الخيط عشان هرحل بقية الشغل حسب الطول اللي انا عايزاه. ووسعت على حسب طول يعني حجم الخرزاية، يعني بعمل اختبار كده واشوف الخرزاية ده مقاس الوسع اللي بين الفتلة السير والسير هيناسب ولا لا. بعمل اختبار كده ان انا اشوف ايه المسافة المناسبة بالنسبة للسير. هنبدأ مع بعض في الباترون. الباترون بيقول ان اول سطر هيبقى اورنج 49 خرزة، معنى كده ان احنا هنربط 50 سير. السير اللي هو احنا بنشتغل عليه. وبصوا، عايزين ان السير يبقى جامد، ما يبقاش خفيف، كل ما تقدروا تشدوا يبقى كويس. انا هنا حطيت هنا ربطنا الخيط ولضمناه في اول سير زي ما انتوا عارفين. ربطته ربطة عادية جدا، وحطيت 49 خرزة. عايز اقول لكم ان لازم تركزوا جدا في العدد اللي انتوا بتحطوه في الخيط. يعني انا مرة حطيت مثلا اكتر من العدد اللي انا عايزاه، عايز اقول لكم ان انا بوظت السطر كله. فده مهم جدا ان انت تعدي صح. انا كده بحاول اطلع جزء جزء فوق السير الخرز بتاعي، عشان لما اخش في الخرزة من فوق السير، عشان لو دخلت من الخرزة من تحت السير يبقى كده باظت. بصوا مشدودة ازاي، باين قوي ان الخرز فوق السير. وهكمل بقى ان انا ادخل ايدي من تحت وادخل الابرة في الخرزة من فوق السير واشد واكمل لاخر السطر بتاعي. دلوقتي كده انا خلصت اول سطر زي ما انتم شايفينه كله اورنج. وهتلاقوا ان النول مهم جدا يبقى الخرزة السير والسير بين الخرزة يعني ظابطين عليها، ولا واسع ولا ضيق قوي، يكون مظبوط. اوكي، انا كده خلصت اول سطر اللي هو بيقول ان هو 49 خرزة اورنج. وزي ما قلت لكم، بصوا ده الباترون بتلونوه زي ما انتوا تحبوا، او الالوان المتوفرة عندكم، او اي رسمة عندكم. انا خدت الرسمة دي لان الالوان بتاع الخرز بتاعها متوفر عندي، وانا كتير جدا بحط لكم باترونات اللي انتوا عايزينها. تاني سطر بيقول ان احنا عندنا 2 اورنج وباقي السطر ابيض، اول خرزتين اورنج زي ما انتوا شايفين كده، اول خرزتين اورنج
واخر خرزتين اورنج والباقي ابيض. اوكي انا هنا هعدي الخرز من تحت السير عشان اوصل بيه الناحية التانية. طبعا معلش بقى عشان انا بصور دي مش عدلتي في الشغل مع النول. المفروض لو احنا هنشتغل بنجيب الجزء ده ناحية ايدينا هنا زي ما اتفقنا. هنحط هو بصوا هو لو احنا بنشتغل هندخل صوابعنا من هنا ونمسك كل خرزة نرفعها لفوق وهيبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. هعدي زي ما احنا اتفقنا من فوق السير وهيبان معاكي الشغل صح ولا لأ لما تلاقي ان الخرزة بارزة لفوق. لما تلاقي ان الخرزة بتاعتك بارزة لفوق اعرفي ان شغلك صح. لو لقيتي خرزاية ساقطة لتحت كده اهو اعرفي ان انتي سابت منك واحدة وعادي ممكن ترجعي والموضوع سهل فيها مش باظت يعني. وهدخل لغاية هثبت الموضوع ده لغاية اخر السطر بردك كده. انا وصلت لاخر خرزتين في السطر بصوا الخرز مظبوط ازاي وقف بارز فوق الخيط. لو سقطت منك واحنا بترجعي كل اللي انت عملتيه يعني بترجعي كده اهو واحنا واحنا بس اهم حاجه برضك ترجعي باتجاه كويس عشان الخيط ما يخشش في قلب بعضه. المفروض ان احنا اخر سطر ده هنكرره مرتين كمان اهو. البطرون ادي السطر ده احنا شغالين فيه اللي هو سطر رقم 2 هنكرره مرتين كمان وبعد كده نبدأ في الرسمة. هكرره مرتين واوريكم نبدأ في بداية الرسمة ازاي. كده انا خلاص خلصت اول اول اربع سطور بالنسبة لنا ان هو اول سطر البرواز اورنج والتلاتة ابيض. وزي ما احنا اتفقنا بتعملي باي لون عندك متوفر او الالوان اللي انت حباها متقيديش نفسك بالبطرون بتاعي ماشي. كل الناس بساعات بتسألني نهاية الخيط الفتلة دي هنعمل فيها ايه. بصي انت بتحاولي تداريها في اي فتلة يعني هنخش في دي كده في السطر اللي قبله كده نرجع مثلا كده بس وتكملي مثلا نهاية الفتلة لو انت عايزة او تسيبيها زي ما هي كده وفي الاخر بنقصها لان احنا كده ثبتنا اخر فتلة احنا عايزينها. المفروض ان هو السطر اللي هنبدأ بيه بعد كده اللي هو سطر رقم 5 اللي هو فيه بداية الزعبوط بتاعت الكرارية بتاعت الطاقية بتاعت البطريق. هنمشي يعني هنمشي 2 اورنج والكمية دي ابيض و2 احمر. خلي بالكو انا حابة استخدم في الباترون ده درجتين من الاحمر، الاحمر الشفاف والاحمر الغامق بتاع الطاقيه والسكارف بتاعه. ادي كده احمر شفاف وده الاحمر الاغمق شويه بتاعت الطاقيه بتاعته. بس كده احنا كده يعتبر خلصنا اول جزء في البرواز وهنبدا في الايه في الكريه والطاقيه بتاعت البطريق وهجمع خيط وكده ارجع لكم. دلوقتي انا رضمت فتلة جديدة عشان انا خلصت اول اربع سطور بخيط وخلص مني. رضمت فتلة جديدة ومشيت عدد السطور المذكورة عندي في الباترون ووصلت لغاية الزعبوط بتاع البطريق.
عملت 2 حمر وكملت الباقي ابيض، والاخر حاجة في البرواز الاورنج. كنا بصوا طبعا عشان الخيط معايا هنا كتير، فبعمل كالتالي: المسمار اللي هنا بحاول اربط عليه بحيث ان انا اوقف الشغل بتاعي، ادي الشغل بتاعي هو عشان اثبته وما يبقاش مرخي معايا شوية، اثبت الخيط ده هنا هو كده اهو. بصوا بس عشان بس ايه اوصل ان الخرز يبقى واقف بس معايا واعرف اكمل بس، وهشتغل عادي. خلاص بقى الخرز دلوقتي بقى بيثبت تقريبا لفوق لوحده. هم بس التعب كله في اول كام يعني اول سطرين ثلاثة بس، وتلاقي بقى خلاص ان الخرز بقى بيقف لفوق لوحده، مش محتاج مساعدة منك كتير. المفروض ان انا هكمل بقى اخر السطر اشتغله، وهمشي بنفس الريتم كده اهو الزعبوط. هنا عملت 2، هنا هزود واحدة يمين واحدة شمال، والسطر اللي بعده نفس الحكاية، وهرجع هنا هقلل 2، وكده يبقى خلصت الكرية بتاعت الزعبوط بتاعت البطريق. وهشوف هوريهالكوا هتبقى عاملة ازاي. كده يا بنات انا خلصت يعتبر الكرية بتاعت الزعبوط بتاعت البطريق. ادي هي كده اهو احنا وصلنا ليها. وانا هبدأ بقى اشتغل في الطاقية بتاعته اللي هي الاحمر الغامق. احنا خلصنا الاحمر الفاتح، هنشتغل بقى في الطاقية بتاعته. هنعمل هنا 2 وهنزود واحدة من هنا واتنين من هنا، هو الباترون جاي كده. وبعد كده هنزود 2 من هنا واتنين من هنا، واحدة من هنا واحدة من هنا، 2 من هنا واحدة. هنمشي زي الباترون بالظبط، وانا حاطه لكم الباترون في اول الفيديو، اللي يبقى عايز الباترون يقول لي. وسهل جدا، هو خلاص هو رتمه هنمشي عليه، ان احنا بنبدأ اول البرواز 2 اورنج، وبنكمل الارضية الابيض، وبنشوف ان رسمة البطريق محتاجة كم خرزاية ونحطهم، ونكمل الارضية بيضة ونكمل اورنج. فانا يعني هوريكم مرحلة مرحلة اشتغلتها ازاي. بس هو خلاص يعني اساسيات ثابتة، ان احنا بنلضم الخيط هنا لما بيخلص معايا الخيط، بلضم الخيط في اول خرزاية في اول سير، وبعدي الخيط من تحت من تحت السير كده اهو زي ما انتوا شايفين، وبشد كده اهو، وباجي عند اخر الفتلة هنا اهو، وبحاول ان انا الفه على المسمار ده بحيث ان هو يشدهولي بس شوية. وخلاص بقى بحط ايدي كده واشتغل، وادخل الابرة من فوق في الخرز من فوق السر لغاية ما اوصل لاخر سطر، وارجع عيد ده كله تاني. بس ده الموضوع كله، هنكمل وهوريكم مرحلة مرحلة شكل البطريق هيبقى عامل ازاي. كده انا خلصت يعتبر طاقية البطريق بتاعنا. واحنا طبعا متفقين ان الخطوات بالنسبة لنا من اول سطر لاخر سطر ثابتة، الاختلاف بس في عدد الخرز والوانه وترتيبه. اما الموضوع كله سهل جدا، انتي لما اول خطوة احنا اتفقنا ان احنا بنلضم خيط وبنركبه في اول سير، ونربطه ربطتين كويسين، ونحط الخرز في قلب الخيط بتاعنا بالعدد المظبوط، ونعد العدد مرتين تلاتة، اي غلطة في العدد باظت الرسمة كلها. مفي يعني لو مركزتيش في الرسمة والعدد بتبقى بتبوظ شكل الرسمة، انتي ممكن ترجعي بس بيبقى متعب بالنسبة لي. احنا متفقين اهو ان احنا بنحط العدد، وبنمسك كده ونطلع الخرز فوق، وبنحط الابرة فوق السير في الخرز فوق السير، نشد كده وبنمسك. دي لقيتها اسهل طريقة ان انا اشتغل بيها، بس الكلام ده لما يكون الخرز كبير والسيور بين السير والسير ينفع امسك بايدي. هو في الاغلب المفارش والطبلوهات والحاجات دي بفضل تشتغليها بخرز كبير اريح. هو طبعا ممكن تشتغليها باي خرز انت عايزاه،
بس ده بيبقى اريح بالنسبه لنا واحنا مش شغالين في الباترون. وتقريبا احنا بدأنا نوصل للعين، والمفروض ان احنا هنبدأ نكمل يعني حبه حبه، ان احنا هنبدأ نمشي سطر سطر في الباترون بتاعنا، والرسمه هتبقى ماشيه ازاي، وده الروتين اللي هنمشي عليه بقيه الرسمه، وكل مرحله هفرقوا شكلها عامله ازاي كده. انا هكمل يعتبر بقيه راس البطريق بالسكارف، وهوريكم هتبقى عامله ازاي. انا خلصت تقريبا لغايه راس البطريق اللي هو تقريبا لغايه 30 سطر كده، انا خلصت 30 سطر راس البطريق. ومفروض ان المرحله الجايه ان هي هتبقى جسم البطريق، وده كده شكله مظبوط بالظبط زي الباترون، وزي ما احنا متفقين ان هو هيبقى روتين معانا وماشيين عليه. ودلوقتي بردك همشيلكوا سطر معاكوا تاني. برفع الخرزة لفوق وبدخل بالإبرة بتاعتي في قلب الخرزة، لغاية ما وصلت لآخر كم خرزوية. بحط ايدي من تحت وبدخل، يبقى الخرز فوق السير. كده السطر بتاعي خلص، وهعدي الخيط من تحت المفرش، مش من تحت النقل، تحت المفرش، وهاخده من الناحية التانية. كده وهعبي خيط تاني وهكمل. في حاجة، المفروض احنا بدأنا خلاص نوصل لاخر السير، يعني لاخر يعني الجزء اللي احنا بنحط عليه السيور. هحاول اوصل للجزء الاخير ده ونعرف مع بعض ازاي هنرحل الشغل ده لقدام، ونجيب سيور اللي تحت دي اللي احنا لفينها على النول من تحت، واكننا هنكون يعني جزء فاضي كبير هنا. هعرفكم ازاي احنا بنرحل يعني الجزء المفرش اللي احنا منيط 30 سطر ده، فضل انا هطلعه قدام عشان اكمل بقيه حوالي 20 25 سطر اللي باقيين، يعني نص المفرش. هنعمل كالتالي، احنا عارفين ان في وردتين من تحت هنا اهو، وردتين من هنا، ادي ورده وادي ورده، الناحيه الثانيه نفس الحكايه. هفكهم شوية من الناحيتين، وابدأ ألف هنا
ابدا الف الدراع ده اللي هو مقدمه الشغل لغايه المفرش بتاعي يطلع لقدام. هلف من ناحيه وناحيه. هلف من ناحية هنا اهو، ويكون بلف برضه من الناحية دي العكس، يعني اتجاه كده واتجاه كده. الف من هنا شوية عشان اوسع، والف من هنا شوية. كده واشتغل. هقفل الوردة، الورد اللي من جنب، الورد بتاعة النول اللي هي تحت على الدراع، وهرجع بقى اظبط السيور بتاعتي على المقاسات اللي احنا كنا شغالين فيها، لان هي طبعا اترخرخت وباظت، فاحنا هنرجع نثبتها تاني ونربط عليها من الجوانب ونظبطها ونكمل شغل عادي. الجزء اللي هو بتاع البطريق بتاعنا اللي هو السكارف بتاعه ببقية الجسم. كده انا اشتغلت لغاية السكارب بتاع البطريق اللي هو تقريبا السطر 39، وهبدأ دلوقتي بالسطر 40 اللي انتوا شايفينه لغاية هنا هو اللي انا واقفه، لغاية الورقة البيضة اللي انا واقفها. ده كده انا اشتغلت، ومفروض ان انا خلاص فاضلي اخر جزئية اللي هم يعتبروا 14 سطر، وكده اكون خلصت البطريق. وادي شكله اهو، وده السطر اللي انا هشتغله، ده السطر رقم 40. وبيكمل برفع وبكمل لاخر السطر زي ما احنا متفقين ان هو هيبقى روتين من اول لاخر. وانا هكمل لغاية البطريق، اخر البطريق، السطر رقم 50. ده يعتبر كده عند رجل البطريق. اوكي، ده كده اخر البطريق، ويبقى فاضل 4 سطور اللي هم الارضية والبرواز. وكده نبقى خلصنا. هشتغل لغاية البطريق كله اللي هو السطر 50، ووريكو هيبقى شكله عامل ازاي. كده يا بنات انا وصلت لاخر سطر في البطرون. عايزة اقول لكم على حاجة، انا مفروض ان هو عندي اخر سطر 54، انا زودت البرواز لون اورنج كمان هيبقى احلى. زي ما احنا قلنا طبعا، وانتي ماشيه بتزودي بتنقصي على حسب ذوقك وعلى حسب احساسك بالطابلو او المفرش اللي انتي شغلاه هتشتغلي. انا هنا مفروض ان هم 54، انا هزودهم سطر تحت وسطر فوق للبرواز عشان يبقى شكله احلى. انا هنا زودت اللي تحت وهبقى ازود اللي فوق. وكده انا شغاله في اخر كام خرزايه في السطر الاخير. كده انا نزلت المفرش او الطابلو بتاعي من على النول. انتوا زي ما انتوا شايفين دي حباله، الحبال اللي المفروض ان انا ببقى مزوداها عشان اخفي بيها، يعني اقفل بيها الطابلو او المفرش بتاعي. ادي الطرف اللي من تحت وادي الطرف اللي فوق بعد ما زودت سطر كمان اورنج. ودلوقتي هعرفكم ازاي ان احنا نقفل الشغل يبقى الطرف بتاعنا ما فيهوش خيوط زي التلاته اللي انا قفلتهم دول. وقفلت جزء كده من الجنب هنا والجنب هنا اهو. وطبعا احنا قلنا ازاي التقفيل ده، اللي من الجنب ان احنا بنلضم الابره في الفتله دي وبنداريها جوه زي ما هنعمل في الطرف دلوقتي. اهو جيت اول طرف هنا اهو ودخلت فيه الابره. ويفضل ان ابقى عامله زياده، يعني الطرف اللي فوق الخيوط بتاعته قصيره شويه هتخنقني، اما النهايه اللي هي تحت
كنت عاملة خيط بالزيادة، فده افضل بالنسبة لي. فانتي لما تعملي خيط مثلا هنا، مفروض ان ده مثلا هياخد مني 50 سنتي، المفروض ده تقريبا 50 أو 60 سنتي طول. اعمل انا بقى بالزيادة مثلا 40 سنتي قدام و40 سنتي ورا، بحيث ان ايه، ان الخيط يبقى ايه كويس معايا. ودي حاجة ترجع لك وبراحتك برضك. اول طرف اهو هنخفيه ازاي، هندخل هنا اهو مثلا كده في اول ابرتين، في اول خرزتين فوق، ونخش في الخرز اللي فوقيه مثلا كده، ندخل هنا كده للآخر، ونقصها. رجعت لضمت تاني فتلة برضك، هطلع في السطر اللي فوقيها اي اتجاه انت عايزاه، يعني يعني مش مشكله تمشي نفس الاتجاه اللي انا مشيته، الصح اللي انت شايفاه. بصوا بقى لو الابره خنقت معايا، دي زي بنس اكسسوارات او اي بنس عندك، وبشد هو الخرزيه ممكن تكون بس فيها عيب او ضيقه، وشد كده واخش هنا. واطلع فوق هنا، وارجع مثلا من هنا تاني، بس اراعي برضك ان انا اكون ماشية فوق السير اللي هو باين عندي تحت. بس خلصت اخر فتلة دي وهقصها. بس اهم حاجة في كل بداية اول تقفيلة في كل صوت، في كل فتلة اشد الخرز كده هو، عشان ايه ما يبقاش فيه فارق، لان اخر سطر ده بيبقى رخم بينزل تحت وانا بشتغل. بس المفروض بقى ان انا هكمل كل ده لنهاية السطر لغاية ما المفرش بتاعي يخلص، اقفله من الجنب يمين والجنب شمال، ويكون كده خلص معاه. عايزة اقول لكم على معلومة، المفرش ده اخد تقريبا 650 جرام خرز، وطوله طوله 45 سنتي، وممكن يطول اكتر من كده زي ما انت تحبي، زي ما احنا عرفتك في الفيديو في الاول. والعرض 40 سنتي، وده اقصى حاجة بيجيبها النول، عرض 40 سنتي. بس فيك فكرة كان حد قالها لي، ان انت ممكن تعملي رسمة على جزئين وتجمعيها، او مفرش جزئين، يعني مثلا وردة او حاجة، تعملي قطعتين او ثلاثة زي ما انت تحبي وتجمعيهم. سهلة مش صعبة ان انت تجمعيهم من الطرف وتشبكيهم زي فكرة الكروشيه والوحدات، يعني كده ممكن يديكي مفارش اكبر من عرض 40 سنتي. كده يبقى انا خلصت معاكم النول، وهفرجكم شكله بعد ما خلصته على النول. وطبعا عارفين الباترون بتاعي، وانا قلت هنزله لكم في الرابط، وهحطه لكم في اول الفيديو كده. اتمنى اكون افدتكم بنولي المفارش بتاعي او الطبلوهات او وش الخدادية، والطلب النول اتمنى تكلموني على 010-23-53-60-48. ولأي استفسار برضه كلموني، او على البيج بتاعي ادوات الكروشيه والتريكو، وجروبنا مستلزمات التريكو والكروشيه لكي تكوني محترفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.